كويك فني على فبراير. اهلا بكم. أغنية تراثية بالستايل الجديد، هذا ما اختارته الفنانة سميرة بالحاج لأغنيتها المرتقب إصدارها قريبا. وقبل طرحها نستمع حصريا على كويك فني لمقطع منها. الجديد كاين أغنية اللي الحلم ديالي أنني خرجها، واحد الأغنية تراث مغربي من كلماتي واللحن ديالي في ستايل جديد. لا لا صعيبة، هذه صعيبة هذه. نعيط عيطة على حبيبي داك السالب اللي قليبي فينا هو معرض. من فتحة إلى الزهرة، منى المكمل في شخصية جديدة تثور ضد الاستعمار وتطمح للتحرر من العادات والتقاليد. دور تاريخي، قالت المكمل إنها أصرت على أدائه في فيلم السينمائي أو مالولو. العمل اللي أنا كنصور هو لوميتراج من إخراج عبد الحي العراقي، إنتاج أدوزيل. المنتجة المنفذة للعمل هي كارولين، والعمل كيتصور في مدينة فاس العريق. لغول اللي أنا كنشخص هو البرسوناج ديال الزهرة، واحد لادام اللي بسيطة جدا، عندها وليداتها، راضية بالوضعية المعيشية ديالها بحكم أنها من أسرة فقيرة، ولكن تطمح أنها تكون متحررة أكثر، غير هي ما عندهاش الآليات باش تعبر. فبين لي نهار بصح كنتبدل، كنمشي عند راجلي كنقول له الو انا الا خرجت جاهله وغير انحرافيه في الدار كنخدم البروز، قال لي بنتي ما غنخليهاش تخرج جاهله، بنتي ما غتبقاش تمشي غير لمسيد، بنتي غتمشي للمدرسه تقيد وتقرا. الو هذيك السيده البسيطه اللي كانت كتطل على فاس غير من السطوحه فين كتجمع مع العيالات، غايجي واحد النهار اللي غتولي تلبس جلابيتها وتخرج للزنقه تشارك في المظاهرات التنديد ضد الاستعمار والمطالبه برجوع السلطان الشرعي اللي وجه المغفور له محمد الخامس. بعد مشوار حافل في التلحين تعامل فيه مع كبار المغنيين، اخرهم الفنان نعمان لحلو في جينيريك مسلسل فتح الاندلس. عالم الغناء استقبل من جديد الملحن رضوان الديري باغنيته الجديده بشويه، وما هي الا مفتاح لالبومه الجديد. بعد الأغنية بشوية اللي طرحت مؤخرا، حقيقة فتحت لي الشهية أنني باش ندير أعمال أخرين، سيرتو أنني شفت تفاعل الجمهور مع الأغنية كان كبير بزاف، يعني حقا أنا تشجعت. وحقا عندي أغاني، راك عارف ملحن يعني ضروري يكون عنده أغاني اللي واجدين وكيشوف راسو فيهم. المشكل اللي كيوقع لنا كملحن ومغني هو أنك ملي كتكون كتشتغل مع فنانين كيجيو كيطلبوا لك يعني دي ستيل جداد، أغاني جداد، وخا تكون أنت مخبع شي حاجة لراسك، يعني ما كتبخلش الفنان باش هو تعطيه شي حاجه اللي يقدر يخرج بها للسوق. فهادشي كان كيوقع ليا، انني كنعطي الاغاني اللي كنت مخبعهم من راسي كنعطيهم للفنانين، فكنكون فرحان جدا انهم كيغنيهم، يعني سواء غنيتهم انا ولا هما. غير هادشي كياخرني شي شويه في الانتاجات ديالي انا. ان شاء الله انا كنوجد عندي البوم واجد، ولكن الطرح ديالو غادي يكون طريقه السينجل. كما كتعرفوا الالبوم يعني التسويق ديالو كيكون صعيب شويه، ف كنفضلوا يعني كيفضلوا حتى الفنانين كاملين تقريبا كما كتشوفوا كيخرجوا سينجل بسينجل، باش كل سينجل كياخذ حقه وكياخذ لا بروموسيون ديالو. منها ما عرض خلال شهر رمضان، ومنها ما عرض اول مره في المهرجان، اعمال تنافست وفازت في فعاليات مهرجان مكناس للدراما التلفزيه في دورته 11. ممثلون مخرجون وسيناريست فازوا وتكرموا عن اعمال قدموها للمشهد الاعلامي. مدير المهرجان محمود بن الحسن يقربنا اكثر من ذلك. كنظن بان هذه السنه هذه اعطتنا واحد الدفعة قوية باش نشتغلوا الدورة القادمة إن شاء الله، خصوصا أن حفل الاختتام داج حفل بهيج بحضور كبير ووازن للفنانين. جاءت النتائج كالتالي، يعني كانت جائزة السيناريو لمسلسل مول المليح، جائزة الإخراج لعلاء أكعبون عن فيلم عن مسلسل المكتوب للقناة الثانية، والجائزة الكبرى فعلا طبعت رجعت لمسلسل بيا ولا بيك. فوز وانتصار وإنصاف للحق، هكذا علق الجمهور العالمي الذي تابع قضية جوني ديب وأمبر هيرد بعد الحكم النهائي الذي قضى لصالح جوني ديب وألزم هيرد بتعويض قدره 15 مليون دولار. هيرد توعدت بالطعن في الحكم واعتبرته نكسة حطمت قلبها وخطوة عادت بها للوراء. دخلت الخيانة على الخط ووضعت حدا لإثنى عشر سنة من الحب، قصة أثمرت عن طفلين وانتهت في آخر المطاف بالانفصال. شاكيرا وبيكي أكدا في بيان مشترك أنهما انفصلا رسميا،
وجاء في البيان: للأسف نؤكد أننا ننفصل من أجل رفاهية طفلينا اللذين يمثلان الأولوية لنا، نطلب احترام خصوصيتنا، شكرا لتفهمكم. ونختم جولتنا من مدينة الرياح مقذور، حيث انطلق أمس مهرجان قناوة، وتحت أنغام موسيقى العالم نترككم مع هذه المشاهد. تنتهي جولتنا في كويك فني. لمزيد من أخبار الثقافة والفن تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني أو صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما أنا فألقاكم الأسبوع المقبل بحول الله مع كويك فني جديد. إلى اللقاء.